تمام، ايه الزغمة، عامل ايه، وحشتوني. دي الحلقة التالتة من الزوق، دي سيزون 1. الحلقة التانية ما جابش دعم قوي، فقلت يعني نأخرها شوية. يلا بينا نكمل بقى، انا معالي الصوت فان شاء الله كل حاجة تبقى تمام. تمام، ده بعد ما كان ممكن نروحه بعيد كفاية. حاول ترجم عند ما اقدر. تمام، يلا يا معلم. بصوا طبعا عارفيننا مين. انت هناك، انت صديق. العربيه ياخد خلاص البنزين. هو صديق فعلا، جاي يبوسك ورحب بيك. احنا اتحاصرنا. الواد دك مين؟ كارلي ده ولا واحد سيدي؟ ايه هيساعدونا؟ خلاص يما، وفيت على الارض يما، وفرنا. نقفل؟ نقعد كتير احنا في المكان ده. دي دقيقة، كنت كان متفق في الفيديو اللي فات. ما يفتحش مهما كان. ما ينفعش ندخلهم، ممكن يكونوا. We are okay. احنا معانا اطفال. انا شايف بنت ضنانه. انا عايز اخش الحمام. هو ده وقته يما. ده معاهم اطفال ليلي. الحاجات اللي بره ما She's not wrong. They took a risk. Yes, we did. And we appreciate it. Now let's settle down. Holy shit. انتوا خدتوا. One of them is bitten. ما تعضش. He wasn't bitten. Hell, he wasn't. لا هو اتعض. لازم ننهي ده دلوقتي. انا مش لا على جثتي. No, I'm cleaning him up. There's no. انا منضفه. مفيش عضه وكويس. مش لاحق اترجم. اخرس، لازم نرميهم او ندمرهم. هنعمل ايه يا ليه بالاسطوره الراجل ده؟ It's him or duck. Kick his It's either him or your son. I say it's him. يا هو يا ابنك، وانا كله يخرس. خلاص يا ليلي، shut the fuck up. They will find us and they will get in here and none of this will fucking matter. هيلاقونا وهنخرج من هنا. What the hell are you talking about? He's bitten. That's how you turn. هو معدود هيتحول. مش ما ليه وقف ده. Upsetting is getting eaten alive. Dad, get it. It's a big deal. Sit down. انا اخترت اختيار مغفل شوي. قبل ما تقتل امك شوف ابوك هو من خرب القصر. حد في الحمام. خبطي بس. انا مش راجل الشرير، انا باخد بالي من بنتي. انت الراجل عايز يقتل الواد الصغير. بطئه شويه والنبي. اول حاجه توقف اسنانه. هو مجرد ولد صغير. مش هنعرف نتحكم بيه لما يتحول. ده مش هيحصل. يا عم اخرس. Hit him, Kenneth. No, stop him. Just let him. مش هتلمس الواد ده. مش هتلمس أي حد هنا. أنا معايا طفلة صغيرة بحاول أحميها. عايز العنف، يلا بينا. في إيه؟ مش قلت لي خبطي يا كيم؟ مش قلت لي خبطي؟
ما خبطتش، هي ما خبطتش. لا اجري وحياة امك مش ناقصاك. اللي بابا البت البت ابعد يا حيوان. بس بابا ايه جو التحرش ده؟ ايه ده مش اتوبيس هنا يا جماعة؟ حد ساعدني. طيب هي المسدس بتاعها في الحنابيل تقريبا. ايه مفيش غيرها. انت كويس؟ تمام شكرا. كويس جدا يا جماعة. صوت الطلقة هيقص كله يهدى ويوطي. هيخشوا اخرس يا عم اخرس، مش وقتك انت خالص. الجيش مش عارفة. يلا هيموت. مات. What's wrong with him? معدود. أزمة قلبية أو غلط حاجة كده يعني. الصيدلية بس مقفولة مش عارفين يخشوها. Educated guess. It doesn't matter. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. محتاجين الدواء ده. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this. كل واحد يدور حاجة يعني ينفع نستعملها. هنفضل قاعدين هنا شوية. اقتراحك. محتاجين بنزين. And I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here. Out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it. في زي بنسيون او قريب من هنا. Damn, that'd be great. فكرة كويسة. Plus, I'm quick and I know Macon. انا عارف ميكون. مدينة. Here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other. هيروح هو. طيب تمام. What's your name? It's Lily. My dad's late. Lily Willer, mesh. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you, you keep an eye on that front door. You're our lookout. Doug. How are you? Doug, mesh. Carly. Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. And I'd like to keep it that way. You got it. انت كويسة في الضرب؟ فرحان المسدس كل مرة بتضرب ما شاء الله. تمام. طيب وقفت المروحه شويه عشان الازعاج بتاعها والصوت. سنترال هاي تيك ستيت. قاعد زوج جد بقى نبحث في الاماكن. Looks like nobody got a chance to donate it before this all went down. محدش كان عنده فرصه يحط اكل في الصندوق. A radio. I can't get it to work though. Here. مش عارفه تشغله. خلينا اشوف. مهندس انت يا اخويا. توس باور؟ مفيش حاجة. شقلب الحجارة ما شاء الله. وما هيشتغل ازاي؟ ما شافتش. ما كانتش تعرف انه فيش بطاريات. طيب فوت ادور انا واشوف بقى. باش نتكلم عن الناس دلوقتي يعني. خلينا نبحث في المكان الأول. طيب 9 دقايق ماشي. اتحرك كده. ATM مهاش فلوس. هينفعه متقلقش يعني. انرجي بار شوكولاتة. طيب ده ايه ده؟ الحبوب موجودة ورا ده. طيب واحد تاني نرجي بار. يعني انتوا قاعدين في المكان كل ده ما لقيتهوش. ده الاوفيس. ااا
دخلنا الاوفيس. طيب كلمنتاين معانا. هو انا افتكر هو كان ممكن يقول لي اروح دلوقتي. تقدرش تفكر في... ما ينفعش تفكر فيهم هنا. ليه اللي حصل؟ الحارة اللي ورا. طيب نتمشى نتكلم كلمنتاين. كل الناس بتعامل كويسة. بس الرجل تعبان. It tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah, I did. اللي كان في الحمام وكان عاوز يسكنني. بس انت وقفته. ايوه تقدر تعمل ده تاني. Get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. Have you heard from Glenn? Not in a little while. لا هو كلمها. طيب I'm gonna keep looking around. Okay. اوكي طيب نبص ونشوف. محتاجين اساسا نطلع نكلمهم برا ونكمل. عصاية جدو. ماشي عصاية. هو تعبان. This cane's protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he knew how to make it look cool, like you with your hat. My dad gave it to me. See, dads are smart like that. أبويا الدهاني. الطاقية بتاعتها اللي معاه في كل الأجزاء دي. افتح الدرج. Better get this door clear, huh? Can I help? ماشي. Sure. Here we go. Watch your fingers in the drawers. خلي بالك من صباعك. واللي دراعش متعورش يعني. ماشي. عاملة ايه؟ It's not that heavy. ده مش تقيل قوي. It's not good. الحاجات اللي برا. Okay. مش كويس. بس تعالي يبقى كويس. يلا بينا. Do you have kids? انت عندك ولاد؟ لا. You don't have a family? انت ما عندكش عيلة؟ What do your parents do? My mom is a doctor and my dad is an engineer. امها دكتورة وابوها مهندس. What's your job? انا ولا ما اعرف. Teach history and writing. مدرس تاريخ. Social studies? Yeah, like that. وبيكتب جاي بيخدش بالي. You didn't answer my question. أنا جاوبت السؤالي. Why don't you want to talk about your family? مش عايز تتكلم. Hate you? تتكلم عن عيلتك. هما بيكرهوك. I hope not. I wouldn't claim. I hope not. It's just complicated. أنا why it just is. الموضوع you love them right? انت كنت بتحبهم صح؟ طبعا. Look, my family's gone and I just wish things would have been different. عيلتي راحت وكنت بتمنى بس الامور تبقى مختلفه. I'm not a bad guy, okay? Things happened and حاجات حصلت. We didn't talk much after that. وبعدها my parents don't talk to me when احنا ما اتكلمناش كتير. اهلي برضه ما بيكلمونيش لما ببقى في مشكله. هو اتعورت. Are you okay? I hurt my finger. Is it bleeding? A little. طب في بلاستر معاك؟ I'll find you a bandage. بندش ماشي. في سيف بوينت. احنا عايزين نخرج بره. دي اللعبة اللي مينفعش اقطع منها حاجة. دي تختيم فقصة بقى وحاجات. نعمل صباحها الأول. Let's have a look at that finger. How? It hurt. بيوجع. Let's see if we can do something about it. خلينا نشوف لو نعرف نعمل حاجة. يا عم طلع البلاستراية. Let's get this cut covered up. Yes, please.
بس زي الفل ولا حصل اي حاجة. تمام. افتح الدرج. ريموت التلفزيون. لي؟ ايوه. What if my parents come home and I'm not there? اللي هيحصل لو اهلي رجعوا وما لاقونيش. They'll track us down. هم هيلاقونا ما تلاقيش. Okay. We should keep a lookout. I've got my walkie-talkie in case they try that way. انا معايا اللوك توكي اللي هم حاولوا يكلموني عليه. خليكوا قريبة مني لحد ما يحصل. طب صراحة مكان بره ما عملتوش. خلينا نطلع بره الاول. نكمل التدوير بره. خلينا نرجع للمكتب تاني. ماشي. في انرجي بار هنا كمان. 16 دقيقة. ماشي. كده معانا 3. نكلمهم دول. ادي له واحد. هو خسر في امه بس. استنى. استنى شوية. ماشي. مش طايقنا كده على طول. انا كنت بس بحاول اعمل. And that violence before with my dad, that didn't help. What's wrong with him? He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets regularly. I've seen a few bad attacks that he couldn't get over and needed to go to the hospital. Yeah, yeah, that's not really an option right now. ده مش اوبشن دلوقتي يعني. بس احاول اخليه مستريح. You're from here? I'm from Warner Robins, the Air Force base. Yeah. Air Force. Just mechanical admin stuff. I deal with a bunch of shitheads and bureaucrats all day. Sometimes a plane. شغالة في محطة جوية اللي هي بتاعت القاعدة العسكرية الجوية الحاجات دي. It's got a temper. مزاج. Fuck you. Yeah. يا بنخرس بقى حتى وانت بتموت. Yeah. Never mind. I'm sure he's a good guy. He is. He just has his issues. طيب هو كويس. هو كويس بس هو عنده شويه مشاكل. Savannah. I think. Oh. You guys aren't together. انتوا مش مع بعض. No, I'm not her dad. I found in a house. انا لقيتها في بيتها. She's been surviving by herself. كانت بتحارب لوحدها. I think the girl's parents didn't make it. طيب هم ما عاشوش. ماتوا يعني. Savannah. She was home. أنا سمعت الأنسر ماشين. سافانا والأمومة كانت شو كويسة. محظوظة إنها لقيتك. Was anyone here when you guys got here? كان في حد هنا لما أنتوا جيتوا؟ We pulled a couple of bodies out of the office. كان في جثث في المكتب. Yeah, I'm fine. Did you know anybody here? تخيلي. Yeah. The owners. We were close. The owner. We found an older couple in the office. Dad hauled them out. كان في صورة صحيح. Really dead. ثانية محتاج أشوفها. What do you think about all this? What is there to think? The dead are out walking around, eating people, and turning them into more of them. ناس ميتة بتصحى بتاكل الصحيين بتحولوا زيهم. تيجي نبقى مع بعض عشان نعدي. وسط كل ده. Hey there. This is Glenn. Glenn, اتكلم. Kind of in a jam here. Little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone or on the talkie or whatever? This is Lee. What's up? So I'm down at that motor inn, and well, I'm stuck. محشور. Stuck. في مشكلة. Saw a chance to get some supplies for the group, and a bunch of the Roman ones got the jump on. لقيت فرصة إن أجيب شوية إنتاج للمجموعة. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and the dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do. Somebody's got to. Yeah, I'm in. Hey, Maya. Tell me. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. طيب قول لي لما انت هتمشي. انت شغلتها الاول. It's not much, but here you go.
Thank you. Of course. وندي واحدة الدق. كانت في حجارة هنا فيها تقريبا الصورة. ما لا يكون هم وما شبهه سمر برضو. ممكن يكون أهله. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead guards. ما أعرفش صراحة. راديو. طب نحاول نقفل الحاجة اللي هنا قبل ما نروح نجيبه ونكمل في الأوفيس. We can't let anything happen to Ducky. I know, huh? دي له شوكولاتاية. It's not much, but here for the boy. Oh, thanks, Lee. He appreciates it. شكرا ليه. احنا مقدرين ده. Hey, Lee. Really gave that old man. نتكلم معهم. We got pushed, you know. You don't have to tell me. I was ready to tear the man's head off. Anyway, we, Kat and I, appreciate your support. احنا مقدر دعمك لينا. How's Duck doing? دق عامل ايه؟ It was just a shock. هو كويس وبس مصدوم. No kid. How's she doing? هي عاملة ايه؟ She's good, I think. She's a tough one right there. She's just a little girl, Ken. What are you saying, Lee? She's been days surviving on her own? That's right. Not just any little girl can do that. What's the plan? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? That's right. Where are they? Should we go looking for them? احنا ممكن ندور عليهم. They own this place. دول أهله. They own this place. They pulled some bodies out of the office before we got here. هم سحبوا شوية جثث. Gone. Oh, sweet. أو دول أهله فعلا ماتوا. They were good people. I wasn't around much, but yeah, they're dead. Are you guys all right? We're just fine, considering. How about you, Duck? We've all been through a lot. Lee, you got a second? Sure. تعال ثانية. قول يا عم. Back on Herschel's farm. Yeah. مزرعة هرشل. We didn't even try to save him. That blood is on our hands. حتى ما حاولناش نساعده. تم ده على ايدينا. It happened pretty fast. ده حصل بسرعة قوي. I can't stop seeing him in my head. We can't. مش قادر اوقف اشوفه في دماغي. We could have saved him together. We did what احنا كنا ممكن ننقذهم هما الاثنين. Choice to kill John. You think you do when you look back on it, but in a moment, when things are really out of control. الأمور خارجة عن السيطرة. أنت ما عندكش أي اختيار. I guess. أنا ما أظن. Try to let it go. حاول تخلي الموضوع يعدي. ماشي. We just need to get back to Fort Lauderdale. أهله فعلا. This battery should fit the radio. Great, thanks. And here's another one. Should be able to get it to work now. اشتغل. It's still not working? Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. أنا المهندس بتاع الرموة عادي. شقلب يا عم. مات البطارية. حول يا ربي. حطهم معكوسين كده. اشتغل. ارفع الاريال. يلقط الاشارة. شقلب. ندوس الباور. صلحته يا اله. شايط الحجارة بس. The station is okay. خلينا نديهم واحدة ممكن تأثر في أمهم بس يعني. It's not much, but here. Are you sure? Yeah. Steve. You're under quite a bit of stress. Thanks. That's really sweet. ده حاجة كويسة. طيب احنا كنا نقول لها نروح لاسمه ايه بقى؟ Try to get some rest, hon. How can I with those things out there? Save point. You're a pretty good shot. تي كويسة جدا في الدار.
especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. Reporter, ready to head out? You ready to head out? You got it. You? يلا بينا. Yeah. Let's go. هنروح دلوقتي خلال الحلقة الجاية. كده 25 دقيقة أعرف أمنتجهم بس. طيب كفاية. هل بكون الفيديو عجبكم؟ أهم حاجة مش تعمل لايك سبسكرايب شير. بس أقولها في أول فيديو بس. متعود عليه في آخر الفيديو بس. فربا تلاقي دعم على الفيديو ده. يعني لو هي بتجيب دعم من أسبوع لأسبوع ممكن أنزل باقي المحاكيات. كان نخليها سلسلة كل أربع فيديو كل أربع أيام كده ولا حاجة عشان نجيب دعم. فشكرا على المشاهدة. شوفكم فيديو جديد. المشتركين لو تدخلوا في القناة تستعملوا شير لايك سبسكرايب. يلا سلام.